بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة قسم أنظمة الحاسوب المرحلة الأولى، موضوعنا هذه المحاضرة في مادة لغة C++ هي مؤثرات الزيادة والنقصان. تستخدم هذه المؤثرات مع المتغيرات، فإذا كانت تستخدم قبل المتغير تسمى prefix notation أو الرمز السابق، وإذا كانت بعد المتغير تسمى postfix notation أي الرمز اللاحق، وكما يلي: plus plus x إذا كان هذا المؤثر مؤثر الزيادة يسبق المتغير فإن الزيادة تستخدم قبل حساب المتغير، أي يضاف القيمة 1 إلى قيمة المتغير. وإذا كانت x++ يعني زيادة بعد المتغير فتضاف فهنا تحسب قيمة المتغير ثم تضاف القيمة 1 فيما بعد. ومثال على مؤثر النقصان، إذا كانت ناقص ناقص x تعني طرح القيمة 1 من قيمة المتغير x قبل حسابها، وإذا كانت x ناقص ناقص تعني حساب قيمة المتغير ثم طرح القيمة 1 فيما بعد. وفيما يلي مثالين حول استخدام مؤثرات الزيادة والنقصان. في المثال الأول المطلوب بمخرجات، عندنا أجزاء من البرامج. المثال مثل ما تلاحظون على جهة اليسار بإعلان عن متغير اسمه y من النوع الصحيح، ثم إعلان عن متغير باسم x من النوع الصحيح وتخصيص القيمة 7 لهذا المتغير، ثم جملة الطباعة cout اطبع plus plus x. لاحظوا هنا المؤثر الزيادة يسبق المتغير، المتغير x قيمته 7 وتضاف له مسبقا القيمة 1، فواحد زائدا قيمة x اللي هي 7 تصبح قيمة x هنا 8، إذن سوف تطبع القيمة 8. end line نهاية السطر والنزول إلى سطر جديد. الجملة اللي بعدها y تساوي x، يعني تخصيص قيمة x للمتغير y، أي تخصيص القيمة 8 للمتغير y. cout y اطبع قيمة y سيتم طباعة القيمة 8، إذن هنا قيمة x 8 وقيمة y 8. هذه في المثال الأول العمود الموجود على اليسار. العمود الموجود على اليمين يخص الـ postfix notation أي الرمز اللاحق فيه الإعلان عن متغير y من النوع الصحيح، وإعلان آخر عن المتغير x أيضا من النوع الصحيح وتخصيص القيمة 7 له. cout x plus plus اطبع قيمة x. لاحظوا هنا المؤثر الزيادة يأتي بعد المتغير ويسمى في هذه الحالة بالرمز أو المؤثر اللاحق، يعني هنا نستخدم قيمة x ثم تأتي الزيادة فيما بعد، يعني سيتم طباعة قيمة x التي هي 7 في هذه الحالة وفي هذا السطر، ثم تضاف لاحقا القيمة 1 إلى قيمة x. end line نهاية السطر ونزول إلى سطر جديد. في الجملة التي تليها اللي هي y يساوي x أي تخصيص قيمة x إلى y، هنا أصبحت قيمة x 8 في هذه الجملة. لماذا؟ لأنه تمت إضافة القيمة 1 إلى المتغير x، فأصبحت القيمة قيمة x حاليا 8،
تخصص إلى المتغير y تصبح قيمة y 8 c out y سيتم طباعة قيمة y في هذه الحالة 8 بينما تم طباعة قيمة x 7 لأن المؤثر كان لاحق. المثال الثاني المطلوب به أيضا ما هي مخرجات المقطع التالي. عندنا متغيرين من النوع الصحيح هما i قيمة 2 و j قيمة 2، ثم نعلن عن متغير آخر اسمه k قيمته أو تم تخصيص القيمة زائد زائد i، يعني قيمة i مضافا لها 1 مسبقا، الآي قيمته 2 يضاف 1 تصبح قيمته 3، إذن الآي حاليا 3. تخصص المتغير كي، إذن قيمة الكي أيضا أصبحت 3. سي أوت الآي سيتم طباعة قيمة 3 للآي، وسي أوت الكي أيضا سيتم طباعة القيمة 3 للمتغير كي. End line نهاية السطر والنزول إلى سطر جديد. بعدها k تساوي j زائد زائد، لاحظوا هنا سيتم تخصيص قيمة j للمتغير k. هنا قيمة j هي 3، قيمة j هي 3، فتخصص القيمة هنا قيمة j هي 2، j 2 تخصص إلى المتغير k، إذن k أصبحت قيمته 2 رغم وجود زيادة 1 على المتغير j، لكنه هي زيادة لاحقة يعني فيما بعد تضاف. إذن حاليا في هذه الجملة قيمة k تساوي 2. CR تطبع قيمة j، عند طباعة قيمة j في الجملة هذه التي تلي الجملة السابقة يضاف الواحد، إذن سيتم طباعة قيمة j 3 لأنه في هذه الجملة تم إضافة الواحد اللاحق. أما قيمة k فسيتم طباعتها 2 لأنه تم تخصيص قيمة j لها قبل زيادة ب 1. لاحظوا المخرجات i قيمة 3 الجزء الأول من المثال الثاني، وكي قيمة 3، ثم جي قيمة 3، وكي قيمة 2 لأنه تم تخصيص قيمة الجي لي 2 قبل زيادة إلى المتغير كي. نجي إلى موضوع المؤثرات المركبة. ما هي المؤثرات المركبة أو ما نسميه compound operator؟ هي طريقة مختصرة لجملة التخصيص، أي استخدام المؤثرات الحسابية المعروفة اللي هي الزائد الناقص الضرب القسمة باقي القسمة مع إشارة التخصيص اللي هي المساواة، وتسمى المؤثرات المركبة. صيغتها العامة أو الشكل العام للمؤثرات المركبة نكتب الـ variable name اسم المتغير، ثم operator المؤثر، وبعدها جملة التخصيص اللي هي رمز المساواة، ثم expression اللي هو تعبير حسابي، وننهي الجملة فارزة مقطوعة. لاحظوا المثال بعمودين، العمود على اليسار اللي هو تعبير باستخدام جملة التخصيص اللي هي المساواة، العمود اللي على اليمين هي نفس التعبير لكن باستخدام المؤثر المركب. المثال الأول x يساوي x زائد 6 فارز مفروض، هذا باستخدام جملة التخصيص. باستخدام المؤثر المركب تصبح x زائد يساوي 6 فارز مفروض. مثل ما تلاحظون هي عملية اختصار فقط للجملة، يعني أي من الجملتين نستخدمها في البرنامج فهي صحيحة.
وشرط استخدام المؤثر المركب أن يكون المتغير نفسه بعد المساواة، مثل ما تلاحظون x يساوي x، إذن هنا يمكن استخدام المؤثر المركب. المثال الثاني x يساوي x ناقص 6 فارز مقوطع، وأيضا هنا في هذا المثال الثاني نفس المتغير مستخدم اللي هو x، يمكن اختصارها نكتب x ثم المؤثر اللي بعد ال x اللي هو الناقص، يكتب x ناقص علامة المساواة ثم التكملة اللي هي 6 فارز مقوطع. المثال الثالث x يساوي x ضرب 6 فارز مقوطع، تكتب باستخدام المؤثر المركب x والرمز هنا ضرب يساوي 6 فارز مقوطع. المثال الآخر x يساوي x مقسوما على 6، نفس التعبير ولكن باستخدام المؤثر المركب، تصبح x وعلامة القسمة ثم يساوي 6 فارز مقوطع. المثال الأخير اللي هو x يساوي x باقي قسمته على 6 فارز مقوطع، يكتب هذا التعبير باستخدام المؤثر المركب، x باقي القسمة يساوي 6 فارز مقوطع. الآن ناخذ برنامج أو مثال آخر حول استخدام المؤثرات المركبة مع مؤثرات الزيادة والنقصان. صيغة السؤال What are the output of the following program؟ يعني ما هي مخرجات البرنامج التالي؟ البرنامج فيه إعلان عن متغيرين من النوع الصحيح القصير، المتغير الأول J وقيمته 2 والمتغير الثاني K وقيمته 15، ثم J زائد يساوي 5. هنا تم استخدام المؤثر المركب اللي هو الزائد، مثل ما تلاحظون J زائد يساوي 5. كيف يحسب هذا التعبير؟ طبعا الأصل لهذه الجملة اللي هي J زائد يساوي 5، أصلها J يساوي J زائد 5. قيمة J هي 2 تضاف لها 5 تصبح قيمة J 7، إذن هنا قيمة J 7. فارزة تكملة تكملة هذه الجملة K ناقص ناقص، هنا الكي قيمته 15، النقصان لاحق، يعني في هذه الجملة الكي 15. فيما بعد إذا استخدمنا المتغير كي سنستخدم القيمة 14 وليس 15، لأنه هنا النقصان كان بواحد ولكن النقصان لاحق. لاحظوا حاليا كي 15، اللي بعدها الجزء الآخر من الجملة J زائد يساوي كي، لاحظوا احنا استخدمنا هنا الكي هنا اللي استخدمناه 14 وليس 15، لأنه تم قلنا تم نقصان واحد وهي مؤثر النقصان اللاحق. J زائد يساوي K، يعني اجمع قيمة J مع قيمة K ويخصص الناتج إلى المتغير J. J قيمته 7، آخر قيمة J 7، نجمعها مع آخر قيمة K اللي هي 14، 7 زائد 14 21، إذن J قيمته 21، يعني عند طباعته سيتم طباعة J تساوي 21. بعدها K ناقص يساوي 2، هنا تم استخدام أيضا المؤثر المركب، أي أصلها K تساوي K ناقص 2، يعني يتم طرح 2 من قيم آخر قيمة المتغير K وهي 14. 14 ناقص 2 تصبح قيمة K 12. ففي الجملة التي تليها في جملة الطباعة سيتم طباعة K تساوي 12. ثم نأتي إلى الجزء الآخر من المثال اللي هو إعلان عن متغيرين
من النوع الصحيح القصير هما أي وبي، أي قيمتها 5 وبي قيمتها 4. الجملة اللي بعدها بي تساوي أي تساوي 3 في بي ناقص 1، فارزة بي زائد يساوي أي زائد 2 فارزة مقوطة. هذه الجملة فيها جزئين، الجزء الأول وهي حاصل ضرب 3 في قيمة المتغير بي اللي هي 4 ناقصاً 1. طبعاً الأولوية لعملية الضرب تضرب 3 في قيمة بي اللي هي 4 تصبح 12، ناقص 1 11 لمن تخصص أو تسند المتغير أي. إذا المتغير أي في هالحالة أصبحت قيمته 11، وكذلك نفس القيمة اللي هي قيمة أي اللي هي 11 تسند مرة أخرى إلى المتغير بي، أيضا يصبح البي 11. إذا الأي حاليا 11، البي 11. نجي إلى الجملة التي تليها، تكملة الجملة بي زائد يساوي أي زائد 2. أصل هذه الجملة وهي جملة مركبة، أصلها بي تساوي بي زائد أي زائد 2، يعني اجمع قيمة أي مع قيمة بي اللي هي كل واحدة منهم 11 تصبح 22، يضاف إليها 2 زائد 2 تصبح 24 تخصص إلى البي، إذن البي 24. هنا في هذه الجملة صار عندنا الأي 11، سيتم طباعة قيمة أي تساوي 11 والبي تصبح 24 اللي هي قلنا ناتج جمع أي مع قيمة بي اللي هو كل واحدة منهم 11 تصبح 22 زائدا 2 يصير 24، إذا قيمة بي 24. وشكرا جزيلا.